مرحبا بكم، معكم سيف علي. كما وعدناكم راح نسوي دروس حول المودبس ولكن بشكل عملي. انت اخذت الدروس النظرية، واللي اترجى من عندك انه اذا ما ماخذ الدروس النظرية في البلاي ليست اللي مكتوب عليه مودبس ار تيو، اتمنى تكمل الفيديوهات وتاخذ فيديو اللي طوله ساعة، بعدها تاخذ الفيديوهات اللي خاصة بالكويري ريسبونس. يلا تجي تبدي عملي، إذا مباشرة تشتغل عملي هذه البرامج يعني مو يوزر فريندلي، أنت راح تعاني إذا تستخدمين مباشرة. فخلي يصير عندك فكرة على المودباس، بعدها اشتغل على هذه البرامج. هذه البرامج أني مخليها في درايف القناة، ممكن تحملها وتثبتها وبيهم تفعيل ما عدا هذا البرنامج. زين، هسه حتى نشرحهم بشكل واحد واحد. هنا عندي Virtual Serial Port Kit، هذا راح يسوي لي Virtual Master Slave Modbus. يعني إذا أنت عندك PLC حقيقي ممكن تربط، إذا ما عندك PLC أو إذا ما عندك RTU ممكن تثبت. هذا البرنامج راح ينطيك 2 COM port من خلالهم تسوي Virtual، ماكو أي فرق على الواقع العملي. أوكي، فهذا عين نصبته حتى اسوي مودباس وهمي واشتغل عليه. ممكن تنزل غير برنامج، انت حر في استخدامك. انا نزلت هذا لانه بسيط جدا وبتفعيل يمكن 15 يوم. 15 يوم تكفي انه انت تسوي فد تريننج على المودباس، لانه بعد ان وصلت الى هذا الفيديو انت اكيد صارت عندك افكار واضحة عن المودباس. زين، عندك المودباس سكان. مودباس سكان هذا هو الماستر، اذا تيجي تسميه ماستر وسليف. مودباس كان هو اللي يستخدموه في الار تي يو، في ابراج الحفر، في البي ال سي اللي بي مودباس. فهذا هو راح يصير الماستر، من خلال تقدر تقرا البيانات، من خلال تقدر تشوف الكويري ريسبونس. وعندك المود سيموليتر 32، هذا مثابة السليف، هذا اللي راح يرسل بيانات الى المود سكان، بالتالي المود سكان راح يتعامل وياهم وتقدر تشوفهم، تقدر تقرا ادرسات مختلفة، تقدر تقرا لينك مختلف. زين، هسه احنا خلينا نبدي نسوي لنا فد كوميونيكيشن. هنا عندي فيرتشوال كوميونيكيشن الرابع والخامس. انت ممكن انه اوكي ممكن انه تفعله تفعيل اذا كان باللون الرصاصي، يعني بعد ما انفعل، وباللون الاخضر يكون انفعل. واذا اول مرة انت تشغل البرنامج لازم يكون عندك بدون بير، فضيف بير زوج من المودباس. اوكي، تريد تشتغل الواحد واثنين او يعني يعطيك عدة اختيارات، ففرضا تختار الثالث والرابع. اوكي، راح اختار الثالث والرابع. زين، وتقدر تسوي في التعديلات عليهم. راح انا اخليه ديفولت، فاختارين الثالث والرابع. الثالث راح اسوي ماستر والرابع راح اسوي سليف. راح اشغل. بعد ما شغلت صار عندي مود باس جاي يتعرف بالكمبيوتر مالتي. اذا انت تريد تشوف بالديفايس مانجر، ممكن بالبورت تشوف عندك نفس اسم الشركة. اوكي، جاي يظهر عندك للكوم 3، نفس اسم الشركة جاي يظهر عندك للكوم 4. لذلك تعرفوا، ما عندك اي مشكلة اذا وصلت لحد هنا. اوكي، جيد جدا، ويبقى شغال ما بيه فد تايم معين يخلص، ولكن اللي ينتهي هو اشتراك البرنامج ككل. زين، هذا راح اخليه شغال واخليه اسفل الشريط. زين، هسه اروح على المود سكان. مود سكان بهالصورة هذا البرنامج شوف النوافذ اللي بيه. اول شيء اي شيء تشتغله كوميونيكيشن بي ال سي، اي شيء لازم اول شيء يسوي الكونكشن حتى تأمن كونكشن.
راح اسوي كونكشن. يقول لي يوزينج كوم، راح استخدم احنا خلينا الثري هو الماستر، اوكي، والرابع راح نخليه الستيت. اذا هذا الكوم 3 صار الماستر، باود ريت 19200، وورد لينك 8، بيرتي نون، ستوب بيت 1. اوكي زين، هسه اريد اقرا مثلا اريد اقرا الانبوت ريجستر. زين، ديفايس اي دي مثل ما اخذنا فرضا ديفايس اي دي رقم 22. زين، الادرس ادرس فرضا 19، اوكي، لينث 1، لذلك جاي تشوف انه جاي يقرا لك 30019. 30 لان الثلاثة بالبداية تعني انه input register، اذا holding register راح يصير 4، اوكي، اذا input status راح يصير 1. زين، فجاي اقرا input register، جاي اشوف هنا عندك رقم 3، ال 19 يدل على انه انا جاي اقرا address 19، والعنصر الوحيد هنا يدل على الطول اللي تريد تقرا. اذا اخلي 2 اريد اقرا 2 19 و20، اذا اخلي 3 اريد اقرا 19 وزائد 3. لذلك انت تشوف كل ما تضيف رقم جديد كل ما يكتب لك شيء جديد. زين، هسه اني عرفت المود باس بوينت اللي اختاره هو انبوت ريجستر، ديفايس اي دي 22، طول 1، الادرس 19. زين، انت جاي تشوف البولز والريسبونس، البولز 16 وفي تزايد ولكن ماكو ريسبونس لانه ماكو سليف حاليا. هنا عندك مشكله بالسليف، السليف جاي ما يستجيب، ممكن السليف يكون على بعد كيلومترات عنك. انت بهالحاله لازم تشيك الكوميونيكيشن، تشيك ويا يعني ابو الاي تي اللي وصل لك الكوميونيكيشن، سواء مايكرويف، سواء يعني اوبتيكال، اي انواع من الاتصال اللي وصل لك به المود باس للفرضا للسي سي ار او المكان اللي انت تريد تراقب من خلاله، لازم انت تشيك وياه، لازم يوصل لك اي بي، لازم يوصل لك فد كوميونيكيشن. المهم انت يوصل لك كوميونيكيشن انت كسيستم اذا تشتغل سيستم. لذلك اذا بهالشكل جاي يصير عندك ارسال وماكو استقبال، يعني اكو فد مشكله، اكو فد مشكله بالاتصال مالتك. زين، هسه اني ليش ما يصير عندي ريسبونس؟ لانه ماكو سليف. فنروح على السليف، على السيموليتر حتى نسوي لنا سليف. نروح على الكونكشن، كونكت، احنا السليف خلينا على البورت الرابع، اوكي، نوع ار تي يو، باود ريت 19200، الداتا بت 8، ستوب بت 1، و نون بيرتي نون. اوكي اوكي اريد اقرا input register، device id 22، address 19، وطول 1 اللي هو 30019. زين، بهذه الحالة هنا اذا تشوف جاي يصير عندك السليف ريسبونس، جاي يجي عندك ريسبونس، فانا راح ارستهم حتى اشيك. جاي يصير بولز ويرجع ريسبونس، يصير بولز ويرجع ريسبونس، اوكي. حتى لا يصير هذا الفيديو مطول، هنا سوينا فد كوميونيكيشن وهمي، استخدمنا احد البرامج اللي يصنع لك فيرتشوال كوميونيكيشن، اوكي، كأنما ربط الديفايس، هذا الديفايس قاعد اقراه باستخدام الماستر او المود سكان، ولانه ما عندي قطعه سليف جاي استخدم مود سيم، مود سيموليتر هو اللي جاي يرجع لي البيانات الى المود سكان. لحد هنا نكتفي، نكمل في الفيديوهات القادمه حتى تصير عندكم فكره اوسع على مود باس.